حسين يا غريب حمل القربة وطلع وقف يسمع صراخ الأطفال شكوى النساء يشوف أكباد حرة تتلوى من العطش وقف عن بعد صاح أيها الناس أيها القوم هذا الماء تشربه الكلاب والخنازير أعطونا قليلا من الماء كبد ابن بنت رسول الله ومن معه تفتت من الظمأ فصاح شمر يا عباس لو كان وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة واحدة فتركه وعاد لما عاد وإذ بهاي الصراخات تصك مسمعه فحمل سيفه وتوجه إلى القوم صال وجال حتى جبل الأرض بدمائهم هاي الصولة العظيمة إلى أن أدخل في كل بيت النائحة نعم العباس والحسين أدخلا في كل بيت من بيوت الكوفة نائحة ما كانوا لقمة سائغة هكذا قتلوا مباشرة لا لا أبلوا بلاء حسنا نعم ثم عاد إلى المخيم لما رجع إلى المخيم أمسكته أم كلثوم قالت له أقسم بالله عليك أخي أن تجلس فجلس بينما هو جالس والحسين بقربه وإذ بهما يسمعان صوتا من الخارج يا حسين يا عباس أجلستما بقرب النساء أجبنتما فقام أبو الفضل العباس ونفض الرداء عن نفسه أرادت أم كلثوم أن تتمسك به قال لها الحسين دعيه لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه يا ويلي لما توجه نحو القوم مسلطا سيفه يضرب في أوساطهم إلى أن وصل إلى المشرعة إلى النهر رأى جحفل جيش يسد المشرعة رد القوم عن المشرعة أكثر من مرة إلى أن وصل إلى الماء ملأ القربة وكأني به يعلقها في عنقه والرأي بيساره والسيف بيمينه لما ملأ القربة وأحس ببرودة الماء تحسس ذاك الماء لامس يده بالماء غرف غرفه لا ليشرب بل ليري الكون والملائكة أن الماء هو ملك يدي ولم أشرب وخاصة أمير المؤمنين يقولون ليلة شهادته أمير المؤمنين دنا من العباس قال عباس ابن مني دنا من قال بني يوم العاشر ما تشرب مي وأخوك الحسين عطشان ولذلك العباس رمى الماء شلون اشرب واخويا حسين عطشان وسكنا يا والحرام واطفال رضعان والله وظن قلب العليل التعب نيران رمى الماي من كفه وتحسر عاد نحو المخيم يحمل الماء وهمه أن يوصل الماء وعد سكينة وعد فلانة الكل ينتظر العباس هو جاي حامل الماي فصاح ابن سعد عليه اللعنة اقطعوا على العباس ابن علي طريقه فلو أوصل الماء للحسين لأباد جمعكم ما نريدهم يشربوا الماء أبدا يا ويلي
فمالوا عليه بالسعام وبالسيوف وبالرماح وبالحجارة. كانت السهام تتساقط على أبي الفضل كأنها شهابين مطر. رقبتي فداء لقربتي. الحسين يراقب من المخيم. زينب تطلع بوجه الحسين، شاف الحسين الراية العلم تحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين. ماذا؟ ما هو السبب؟ لأن اليسار قطعت فحمل الراية بيمينه. بعد قليل شاف هاي الراية مالت وتحولت إلى الوسط. ليش تسألني ليش؟ لأن اليمين قطعت فضم الراية بزنديه. الله أكبر. وكأنه يقول لزينب ولسكينة وللنساء أنا موجود، الراية مرفوعة مرفوعة، ما حد يخاف أنا موجود بفاضل. بينما هو كذلك، وإذ بسهم سقط في القربة أريق ماؤها. هنا وقف، لا عند إيدين دافع ولا عند ما يروح نحو المخيم. ماذا يصنع؟ وقف متحيرا. فدنا رجل يحمل عمودا من حديد. الله أكبر. وضربه على رأسه وطبخ غامته. هوى على الأرض مناديا أخي يا حسين. قام الحسين. زينب اطلعت، أخي إلى أين؟ قال أخي وقع العلم وقتل ابن والدي. يا ويلي. وصل إلى العباس وشاف بتلك الحالة مبضع بالسيوف، السعام نابتة في صدره وفي عينه، الهامة مطبوخة. يقل أخويا أخويا بلو أخوتي إن بيني وبينك. يقسم عليه بالأخوة، الله يحفظ أخوتك يا مؤمن. خويا بين أخوتي البنية وبينك. خويا خويا وين يسراك ويمينك. جلس عنده. يا ولي رآه قد شاق شحقة أفاضت بها روح الطائرة. أيوا سيداه وعباسا. وقف الحسين محني الظهر، صاح الآن 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 انكسر ظهري. ألا وانقلت حيلتي، ألا وانشمت بي عدوي. يقل خويا محنة محنة، يا ليش العذاب بيهم محنة. يا عباس يا عباس بدم نحرك محنة. والله عليك حسين ظل ظهره محنة. هي جفي فالدمع لخي. عاد إلى المخيم وقد ترك العباس في مكانه يكفكف دموعه بكمه. خرج سكينة. أبا أين عمي العباس؟ وعدني بما يا عمي. زينب إجت أقبلت، أين أخي؟ اطلع الحسين بسكينة. يقل يا سكنة راح عباس، يا سكنة راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس.